يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بألف صحة وخير وسعادة وسلام. بجد انا بشكركم قوي على دعمكم المستمر ليا، حتى لو يعني انا مش بشوف تعليقات كتير صحيح، لكن بشوف ان الحمد لله عدد المشتركين عندي في القناة بيزيد بنسبة كويسة الحمد لله. برضو في حتى ولو كانت نسبة المشاهدات في بداية الفيديوهات بتبقى قليلة، لكن اتمنى انها ان شاء الله مع الوقت تزيد. في كل الاحوال سواء كنتم كل الناس اللي عندي او اقل منهم او اقل القليل بيتفرجوا على فيديوهاتي، فبجد انا ممتنه جدا ليكم، ممتنه لانكم بتقدروا وقتي ومجهودي، بتقدروا اي حاجه انا بعملها ولو بشيء بسيط. انا بحاول اني اصور لكم فيديوهات طول الوقت، والفيديوهات دي هتنزل على مراحل. الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي ده هينزل قبل فيديوهات كتير كان المفروض تنزل، لانها محتاجه مني بصراحه مجهود شويه في المونتاج. واللي ما يعرفش انا الفتره دي عامله عمليه، فشويه بيبقى مش بقدر طول الوقت يعني ان انا اعمل مونتاج وانزل بسهوله، فبحاول اني اما اصور الفيديوهات ما تكونش محتاجه مني فيديوهات كتير او من مونتاج كتير، متاسفه. عموما انا اتمنى انك دلوقتي تنزلي تعملي لايك وتعملي سبسكرايب، علشان هيوصلك الفتره الجايه مني فيديوهات حلوه جدا هتعجبك قوي، وخاصه لو انت عروسه او بتجددي بيتك، لانه بالطبيعي ده اللي احنا بنعمله الفتره دي. النهارده هنبتدي مع بعض نشوف مشتريات بسيطه جدا من سوق ميم، فيها حاجات كتير جدا انا كنت محتاجاها، حرفيا محتاجاها يعني بقالي فتره طويله عاوزه ان انا اجيبها، وعاوزه انزل طبعا بسبب الظروف اللي حصلت مش قادره اني انزل اجيبها، لكن يعني استغليت ظرف معين وجبتها. فخلوني النهارده افرجكم على الاغراض دي. متنسوش تجيبوا حاجه حلوه سخنه تشربوها وتيجوا. الفيديو مش طويل بس يلا على طول نبدا بيه. اول حاجه هبدا بيها، انتوا شايفينها مفتوحه قدامكم بالفعل، اللي هي السكاكين دي. بصوا السكاكين دي انا طبعا هتلاقوا عليها اثر ميه وحاجات لان انا كنت بجربها. فبصوا مثلا السكاكين دي مكتوب عليها انها سكاكين ستانلس ستيل وان هي 5 قطع. هتقولولي في حاجات اكتر من كده بكتير قوي في السوق، هقولكم تمام. بس انا بحب السكاكين اللي بيبقى لها النصل ده اللي هو اللي بيكون مستقيم. هوريكم ازاي، هوريكم قصدي ايه. يعني بصوا اللي هي بتكون النصل بتاعها من هنا كده من غير ما يكون يعني مشنشر. وهقول لكم برضو انا عجبني ايه هنا. هي هنا مكتوب عليها من هنا ستانلس ستيل اهي، مش عارفه شايفينها ولا لا. تمام، وايديها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. تمام. طيب بالنسبه بقى انا فتحتها عشان انا اقدر اقول لكم عنها ريفيو يكون حقيقي، يعني ما اقولكوش عنها حاجه ما تكونش حقيقيه. اوكي، هي سهله في المسكه، مسكه ايديها مش متعبه. بس انا حسيت ان النصل من هنا طويل والايد ضعيفه، يعني او الايد رفيعه، المفروض انها تكون محمله شويه علشان ما تنكسرش. فهي انت مضطره انك تستخدميها من الجزء الاعلى، تبقي دايما ضاغطه من الجزء الاعلى علشان ما تنكسرش منك. يعني انا خدت دي مؤقته لحد ما اقدر بعد كده مثلا رحت ايكيا او اي مكان، فهجيب ان شاء الله يعني حاجات تكون اجمد من كده بشويه. البرعيه دي مش تبع المشتريات يا جماعه. في حاجات حابه ان انا اخلص بس منها دلوقتي، اللي هي مثلا السله دي. انا عايزه انه الاغراض هي سله اهتمامه طبعا اهي. اوكي، طبعا هي بتتعمل، انا اخترت اللي هي بتتفتح كده دي علشان يكون القمامه طبعا متغطيه وما تطلعش اي ريحه. اللي عندي كانت مخرمه الحقيقه وكانت كويسه وحديد وكل حاجه، بس كانت اي حاجه فيها بتلزق، فحرفيا ما كنتش ببقى حابه قوي الموضوع ده يعني. وانا من فتره كده كنت جربت الحيله اللي هي بتاعت البيكربونات وتحطيها مع اي زيت عطري، انا ساعات بحطها مع الدوني فبتبقى حلوه بصراحه، يعني بغلف بيها كده، بغلف بيها الجزء ده من جوه. يعني بصوا هوريكم ازاي بغلف بيها الجزء ده كله كده من جوه عادي. بجيب منديل مبلل وبحط عليه البيكربونات وبحط عليه الدوني وبمشي بيه كل ده قبل ما احط كيس الزباله، فما بيخليش بعد كده اي حاجه تبقى ريحتها وحشه. كخامه، الخامه بتاعتها متوسطه يعني مقابل سعرها كويس. انا مش فاكره كانت بنص دينار او بدينار، مش فاكره.
بصوا هي مكتوب عليها سلة مروحة 30 او 20، مش عارفة هما بيكتبوا ده على اعتبار انها 30 او 20. بصوا اهي، اتوقع كانت يمكن تكون كانت بالدمار، كان عندهم طبعا بنات اشكال كتير والوان، في حاجات يمكن كانت خامتها احسن من كده بس كانت مكشوفه، وانا مش بحب الحاجه المكشوفه، احنا في الشتاء دلوقتي فيها موش كتير جدا. من هنا الحاجه الوحيده اللي مضايقاني، لو انتوا بصيتوا بصوا الخامه بتاعتها من هنا، بس بما اني لا هاكل ولا هشرب فيها فكان بالنسبه لي تمام، يعني مفيش مشاكل. بصوا في سلسله المطبخ والحمام، بصوا انا بجيب الحاجات دي عشان انا عندي هنا حمامين، فبصوا جبت دول برضو اللي هما المفروض الفرش بتاعت الحمام. بصوا دي عجبتني ان هي برضو الايد بتاعتها ستانلس، فممكن اقدر ان انا اغطيها ومش مش يعني مش سيئه. برضو عجبني الشكل ده، يعني فكره ان انا احب ان انا اغير الفتره دي الحمامات شويه، وبستغنى عن المنظمات الكبيره قوي فيها، لان الحمام اللي عندي هنا طبعا الكويت يمكن اغلب الناس اللي ساكنه عارفه الحمام اللي عندي هنا شويه صغير، فمش محتاج ان انا احط فيه حاجات كتير او كبيره، فمحتاج ان انا اشتغل على المنظمات اللي بتتعلق على الحائط، والمنظمات اللي على الارض دي تبقى قليله جدا. فده بالنسبه لي تمام. هو بيجي من عليه كده من هنا رسمه غزاله، ماشي. اخترت اللون الابيض والبينك وعجبوني جدا، فخليني افتح معاكم برده واوريكم شكلها من جوه بيبقى عامل ازاي. طبعا دي فاضيه اهي، اوكي عادية يعني، دي مش معندناش مشاكل فيها. بصوا دي اللي هي الايد الستانلس قوية، تمام. من هنا اوكي برضو مسكتها حلوة، مش وحشة يعني، لما تمسكيها كويسة. برضو دي ناشفة يا بنات، يعني انا لما جيت امسكها من وانا هناك الجزء ده اللي كان باين، فحسيت ان هي انا قلت ده هتبقى مش قوي، لا بس دي من هنا لا ناشفه، ناشفه كويس يعني اوكي. وانا ساعات ببقى احط فيهم سلك اللي هو مش بيصدي، وكمان ليفه كده صغيره. طيب خلينا هنا نشوف ايه اللي عندي هنا. بصوا بقى سوق ميم يا بنات، للناس اللي ما تعرفوش فهو اصلا سوق مختص بكل حاجه تخص المنزل والعيله، كان دايما في قسم كده للاواني اللي هي زي الصواني والحاجات دي. اول ما رحت مره واشتريت منهم فكانت جودتها سيئه جدا، وكانت بتصدي صواني وحاجات كده. لما رحت بقى المره دي اتفاجئت يا بنات بجد ان الصواني والحاجات اللي حاطينها حرفيا تقيله ممتازه جدا. وعايزه اقول لكم كده، انا كنت برضو في صينيه خدتهم من عندها، اخدتها من عندهم كانت تقيله نوعا ما، مش تقيله بتقلي دول، وحلوه جدا الى الان، ما صدتش ولا جربها اي حاجه. خلينا بقى نشوف ايه اللي هنا، اوريكم ايه الموجود هنا. تمام، بصوا حرفيا تقال بطريقه مش ممكن تتخيلها. اوكي خليني بقى اوريكم دول الاول. انا كان بقالي فتره قوي عاوزه اللي هو القالب بتاع الكيك، انا بحب قوي فكره ان انا لما اعمل قالب او كيكه تطلع لها شكل حلو وبتاع، وممكن احط عليها حركات وحاجات من دي. فلما لقيته تقيل يا بنات انا جبت واحد هنا استخدمه ليا، وواحد هاخده معايا مصر. ف بصوا انا بحاول ان انا افكه، والله يا بنات تقيل تقيل، حتى انا زوجي يعني كان دايما يقعد يقول لي ما تجيبيش حاجات من دي رخيصه وبتاع، لا بصوا المره دي هو حتى هو نفسه لما مسكه قال لي الخامه بتاعته فعلا تقيله. فبصوا حتى جودته والتقفيل بتاعه غير كل مره، كان كل مره بيبقى له حواف كده وبيعور وبتاع، لا بصوا اهو. وطبعا سعره زي ما انتم شايفين دينار، دي اغلى حاجه بتبقى موجوده هناك دينار. جبت منه اتنين وكانوا عاجبيني جدا جدا فوق ما ممكن تتخيلوا، فبجد دي صفقه ناجحه جدا. ده انا جربت منه امبارح، ده كان عندهم مفارش سفره، انا عايزه مفرش يعني، فده 36 مفرش. هما بقى ميزتهم ان هما بيعملوه صغير قوي، والمفارش الصغيره انا كنت بجيبها من مصر فعلا، اللي يعني هي بتبقى متنيه بالطريقه دي كده، خامه الكيس نفسه كويسه جدا 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 يا بنات. وهتلاقوا لو حد راح هيلاقي نفس دي نفس الشركه اسمها ريما عامله ال 52 مفرش بس خفيف جدا، وعامله الخمسه ب 53 او 52 مفرش بالنار، ودول 36 مفرش بالنار برضو او بنص، لا بنص النار، بس خامتهم احلى من الكبار قوي 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 بجد يعني. دي شركه دي اسمها عشان لو حد محتاج ان هو ياخدها سكرين شوت، اسمها شركه ريما. تمام،
جبت بقى من هلا، هلا معروفة هنا، جبت منها اللي هي أكياس الزبالة عشان تكون مناسبة للحاجة اللي أنا جايباها، وما احتاجش بقى كل شوية أحط الأكياس بتاعة الجمعيات ومش عارف إيه والحاجات دي، لا. فجبت ده أحلى، وتقدري بعد كده خلاص انتي بتشيليه وبتربطيه وبترميه، خلاص هو حلو جدا وبرده خامته جميله قوي يا بنات. هما بيبقوا حاطين لك كده هناك زي سامبلز كده، انتي بتبقي تشوفي منها الحاجه عشان ما تفتحيش اكياس وكده، فبجد تحفه برده. ده كان حاجه ممتازه. خليني عندهم كوبايات، فعشان كده انا جبت دول، جبت من هناك، لقيت الست مجات. خليني اكمل معاكم. فانا حبيت ان انا اجيب الكوبايات، كان في هناك نفس المجات يا بنات بس كان مكتوب عليها رمضان كريم واهلا رمضان والكلام ده، فحسيت انه خلاص بمجرد ما هيخلص رمضان هتبقى بايخه، فجبت العاديه اللي هي المجات اللي احنا متعودين عليها، والعرض كان عليهم مش عرض، هو ده تمنهم اللي احنا بنجيبه بيه دايما اللي هما السته بدنا. خليني اوريها لكم، بصوا هي دي بتيجي كده، بصوا هي كده بتيجي بالمنظر ده يا بنات، اهي ده المك شايفينها. مش عارفه عايزه اوريها لكم اكتر. بتبقى من هنا كده، بتيجي من هنا بدورانه، انا حبيت شكلها من هنا قوي، مش زي العاديه كانت العاديه بتيجي كلها حته واحده، بس لا دي بتيجي بدورانه كده، فيعني الشكل كويس فيها اوكي، ايدها صغيره شويه فماشي يعني عادي كويسه اوكي مفيش مشاكل فيها، فحلوه وجبتهم يعني يبقوا حاجه جديده وفي نفس الوقت انه تجديد. كنت عايزه اعمل تجديدات في الحمام فجبت ده اللي هو ده، طبعا اكيد هتلاقوه عندكم مش بتضلوه بقى يكون في سوقهم ولا حاجه، اللي هو بتاع المعجون اللي بتحطي فيه الفرش والمعجون والكلام ده، طبعا متركبش كده، بتركب كده تمام، وبيجي معاه من هنا كده، هم حاطين معاه من ورا دبل فيس بتلزقيه، ومن هنا بتحطي اسمها ايه اللي هي الفرش، وهنا المعجون، والمفروض ان الكوبايات دي عشان المضمضه وكده وتمام. انا جربت من عندهم حاجات بتتلزق قبل كده كتير جدا، واللزق بتاعها فعلا بيكون قوي وحلو، واكيد هتلاقوني حاطه لكم فيديو ليها وهي انا معلقاها يعني تمام. فدي برده حاجه حلوه قوي، وبرده ده كان بالنار يا بنات، انا بجيب دايما دول بحبهم قوي عشان اعمل لهم فيهم رز بلبن جيلي، بعد ما بيخلصوا مش برميهم بستفيد بيهم تاني، لان هم يعني اصلا هم مصنعين كده، وطبعا زي ما انتم شايفين مكتوب، مش عارفه اذا كان هيبان عندكم ولا لا، هو مكتوب عليهم بي بي 5 تمام، والمفروض ان هم بيدخلوا غساله الاطباق، وبس ما اتوقعش ان هم يدخلوا الميكرويف، لا مكتوب عليهم ان هم بيدخلوا الميكرويف يعني عادي جدا بيدخلوا، وتقدر تغسليهم على ايدك وتقدر تدخليهم الميكرويف عادي جدا. دول 10، ال10 كانوا بنص النار برضو، و مش محتاجه اتكلم عنها اكيد يعني، دي دبابيس طرحه عادي جدا. بصوا ساعات بحب قوي برضو اللي هي الحاجات بتاعت فينوس، بتاعت فينوس يا بنات بيبقى عليها، كان كل مره بجيب حاجات منهم احلى من دي، كانوا بيبقى ليهم من هنا جيل كده كانوا بيبقوا حلوين قوي، بس للاسف ما لقيتهمش، فجبت دي المره دي من فينوس برضو، ودول بجيبهم من هناك دايما يا ب 750 يا بنص دولار، ما بيغلاش يعني. خليني بس اودي الحاجات دي كده بعيد تمام، شيل القلم الرصاص تمام. برضو حابه ان انا اوريكم اخر حاجه معانا، واخر حاجه معانا منظفات يا بنات. بصوا ده كنت سمعت عنه هنا ناس كتير قوي كانت بتتكلم عنه، بتشكر فيه زي سترس كده، اسمه ويلز، ما لقيتش سترس وما كنتش حابه ان انا اجيب سترس دلوقتي عشان انا ايدي حرفيا مش متحمله قوي، ايدي بتورم من اقل حاجه، حساسه جدا، فالحاجات دي دايما انا كان المفروض ان انا كنت جايبه معايا الجلافز ده اللي هو انتوا عارفين الجلافزات اللي بنستخدمها، بس انا عندي اوريدي هنا الجلافزات اللي هي الخفيفه اللي بلبسها على ايدي لما باجي استخدم حاجات من دي، فده ممتاز يا بنات، لانه مش في قوه ال مش في قوه السترس، فمش بيبوظ الستيل بتاع
المطابخ وكده، وكمان هو مرسوم عليه ان هو تنظيف البوتاجاز ومكتوب عليه مزيل البقع الشامل. انا الحمد لله عندي البوتاجاز دايما نظيف، يعني على طول عندي كده ورق مناديل مبلله، هي اقوى عندي من اي حاجه، بسرعه بتنظف لي البوتاجاز وبتلمعه وبتخليه زي الفل. بس ده انا عندي في نهايه كل يوم لازم ارش حاجه زي كده وبعملها. ولما استخدمت مره ملح الليمون على العيون قفل وسد العيون، فمن يومها ما بقتش استخدم ملح الليمون خالص على البوتاجاز، لا انا بقيت بستخدم حاجات زي دي عادي جدا، برشه والدنيا بتبقى تمام. وكمان عجبني فيه ان هنا في من هنا كده في او شايفينها في فلتر، مش عارفه تبقوا شايفين ولا لا، تمام. فبرضو هجربكم وهجربه وهديكم ريفيو كامل عنه، ولو انتوا عاوزين ريفيو كامل عنه اكيد اكيد اكتبوا لي تحت. طبعا طبعا لا غنى عندي عن ده، وبجيب منهم لانه هو حقيا عندهم يعتبر ارخص من اي مكان تاني بره. اي مكان تاني بره بيبيع اللي هو 900 مللي الاثنين مع بعض بالنار 750، اللي هم بيكونوا 25 او 22 غسله. انا بجيب ده اللي هو اللتر ونص 37 غسله، بجيبه من عندهم بالنار، رائع يا بنات. فلازم اجيب منه اثنين. عايزه اقول لكم قوه ثباته رهيبه، انا ما بستغناش عنه حرفيا، ومفيش حد بيشم هدوم ولادي الا بيسالني انت بتستخدمي ايه مع الغسيل. فبستخدم كامفورت مركز اللي بيكون بريحه السوسن والياسمين، فظيع فظيع فظيع، ريحته رهيبه رهيبه رهيبه. بس والله يا بنات دي كانت كل المشتريات، حاجات انا كنت محتاجاها فعلا في البيت، حبيت اني انا اشارككم فيها. يعني اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، ولو اي حاجه اي اسئله تمام، انا ما فيش مشاكل بالنسبه لي. اكتبوا لي انتوا عاوزيني اروح فين اشتري ايه، بس ممكن الحاجات دي تتاخر شويه عشان انا لسه مش بعرف اتحرك كويس. بس اكيد اكتبوا لي لو انتوا حابين ان انا يعني اجرب حاجات جديده، اشوف حاجات جديده. بالمناسبة يا بنات، سوق ميم موجود في على طريق الغزالي عند مكتبة جرير الدائري الرابع، سوق كبير جدا. هحاول ان انا اشوف لكم فيديو ليه واحطه لكم هنا. السوق مكون من 3 طوابق، طابق ارضي وطابق في المنتصف وطابق اعلى. اقول لكم كمان ان انا شفت فيه امبارح حاجات حلوة قوي بجد، اللي عارفين اللي هي الماكينات اللي بتيجي على التيك توك والحاجات دي، اللي انت تقدري اللي هي مش عارفه بتقشر لك او بتقطع لك البصل رفيع قوي، بتقطع لك الحاجه، بس طبعا هي حاجات الحاجات الرفيعه يا بنات. المهم ان هم كمان عندهم توصيل، عندهم بروموشن تقدروا تدخلوا عليه، وعندهم انستا، ممكن اسيب لكم كل الكلام ده تحت. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا في فيديو النهارده، فيديو قصير. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد قريبا. مع السلامه.